أنا معايا للتعليق على المقال ده والدوشة اللي حصلت عليه الكاتب الأستاذ أحمد الشيخ الباحث والكاتب الصحفي. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك. أهلا بيك أستاذ محمد ناصر، وسعيد برؤيتك من جديد على الشاشة، وأريد أن أقول لك يعني على ما قلت في بداية الحلقة ردا على دي برنامجك بالفعل يعني يقدم للناس الأمل، لكن طبعا يقدم اليأس للنظام وأعوان النظام، لأنهم لا يريدون إلا رؤيتهم فقط. وأنت وكتيبة الإعلاميين في الخارج تشكلون رؤية أخرى، وأنا أعتبر كل واحد منكم بمثابة حزب سياسي جديد في مصر أمام حالة التجريف الشاملة يعني. فضل أستاذ ناصر. بشكرك فندم، وبشكرك على كتاب مايكل أنجل تقريبا اللي وراك ده. ده سيرة، كتاب سيرة عنه. وإيه الجديد فيها دي؟ بان عندي من قريت كتير سيرة مايكل أنجل، وغير أنه هو طبعا أكيد في صور عالية الدقة. تعرف يعني أنا مغرم بكتب السيرة بشكل عام وبتستهويني، رغم كما تعلم كتب كثيرة صدرت عن هذا الرسام يعني، لكن كلما وجدت شيء جديد احاول ان اقتنيه. هو استاذ احمد معلش، انت قريت الكتاب ده اكيد، هو كان فعلا مغرور وكان بيتنطط على على ليوناردو كتير، وكان بيتهم ليوناردو بالكسل. هو ده مش موضوعنا انا وانت، قصدي مش موضوع المشاهدين. بس انا بس ايه قلت جايز مارسيل دي جايبه حاجه في الكتاب عن القصه دي. لكن على كل حال نبقى نتحدث، انا بحسدك على المكتبه الجميله اللي وراك دي. الله يخليك، تحت امرك. اي مش بحسدك حسد، مش بحسدك حسد وحش، بحسدك يعني. لا والله غبطه غبطه. غبطه، بس هي اغلبها بالانجليزي، وانا الانجليزي عندي زي الصيني. كلها فرنساوي وعربي. طيب خليني ارجع لموضوعنا استاذ احمد. ما هو تعليقك على مقال الاستاذ سلامه حربي واللي قال فيه انه عشرات أو مئات من الناس بتتخرج من كليات أو من تخصصات زي علم النفس وعلم الاجتماع والمكتبات والإعلام لا علاقة لها بالمشاريع التنمية المستدامة اللي ماشي فيها النظام؟ شوف، هو المقال ده مملوء بمجموعة من اللخبطات وخلط الأمور، ويعني حقيقة الأمر أن هذه رؤية الدولة وهذا الإعلامي يعبر عنها يعني. بالفعل سوء العمل، إذا كنت ستتكلم سوء العمل، إذا كنت ستعتبر هذا معيار، لن تجد أمام رسائل دكتوراه كثيرة عمل في مجال العلوم الإنسانية. لكن سؤالي، هل العلوم العلمية أو الطبيعية أصحاب الدبلومات والماجستير والدكتوراه يجدون عمل؟ أيضا لا. هنا في أزمة في رؤية الدولة. يعني السيسي لو تتذكر أخي ناصر قال أنه أمضى 50 سنة أو لا أعرف من عمره يدرس معنى الدولة، أبجديات الدولة أن يعرف الناس تاريخ الدولة. فعندما تقول عن علم التاريخ أنه يعني لا مجال له أو شيء ثانوي أو تافه، أنت تهد الدولة. دولة لا تملك رؤية حضارية، لا تملك رؤية تاريخية، هي دولة في مهب الريح. والذين يدعون إلى تهميش العلوم الإنسانية في مجملها معناه أنهم يحاربون مفهوم الدولة نفسه، يحاربون الدولة كتاريخ وكحضارة. ناهيك عن بقية العلوم يعني، أنت تعلم حجم المشاكل الاجتماعية في مصر الآن بسبب الأزمات. فعندما تلغي علم النفس والتحليل النفسي وعلم الاجتماع، كيف ستتعامل مع الأزمات الموجودة في مصر يعني؟ فأنا أعتقد من يذهب في هذا الاتجاه أخي ناصر هو جاهل، وينظر بشكل ضيق من منظور نفعي اقتصادي يعني. وهذه للأسف هي رؤية الدولة في اللحظة الراهنة يعني. طيب بس معلش يعني عشان بس ما نروحش في حتة وحشة. إنما جزء من اللي قاله سلامة حربي صحيح. خليني أروح لك عند كتاب اسمه اليهود انثروبولوجيا لجمال حمدان. وأنا شايف وراك ما شاء الله كتاب أهو، هيستوري مش عارف أوف إيه دي لا فرانس،
انت مغرم بالتاريخ يا استاذ احمد. نعم نعم. في كتاب في كتاب اليهود انثروبولوجيا لجمال حمدان هو بيتكلم على اهو في صفحه قدامي 8 بيقول جمال حمدان بيتكلم على الدراسات والدكتوراه والماجستير اللي كتير جدا في جامعاتنا, وبيقول في صفحه 8 المقدمة في المقدمة مش هو يعني اللي كانت المقدمة بيقول لا ينتمي إلى هذه المدرسة المعلوماتية التي أشرت إليها تماما في صفوف الباحثين بسبب سهولة الإنتاج العلمي من خلال استبيانات وجداول وتحليل سطحي المضمون. هو بيكلم هنا على فكرة قد إيه الرسائل العلمية في مصر كتيرة جدا لكنها فعلا يعني تفتقد إلى تقديم بحث علمي بالمفهوم العلمي. يعني هذا ينطبق عليه المقولة الشهيرة قول حق يراد به باطل. هو بالفعل نحن لدينا أزمة في الإنتاج العلمي وفي البحث العلمي. أنا بس أصحح بس المقدمة كاتبها عبد الوهاب المسيري. عبد الوهاب المسيري هذا صحيح. وأنا نفسي كتبت دراسة في بداية الثمانينات عن رسائل الدكتوراه في الجامعات الفرنسية, وانتقدت أن غالبية أطروحات الدكتوراه في الجامعات الفرنسية تتم عن موضوعات عربية. يعني يأتي الطالب من مصر ليؤسس رسالة الدكتوراه مثلا عن طه حسين أو العقاد أو قرية مصرية, في حين كان من الأجدى أن يدرس موضوع في القضاءات الغربية ويتعمق فيه وينقل هذه الخبرة وهذه المناهج الحديثة لمجتمعنا. فأنا أقول لك بالفعل هو قول صحيح أننا في مسألة التأليف العلمي صحيح كم كبير, لكن يعني حركة كثيرة. خلينا أقوله لك أنا يا أستاذ أحمد زي ما كتبه عبد المنعم المسيري في مقدمة كتاب اليهود أنثروبولوجيا لجمال حمدان. هو بيقول بالنص كده بيقول انه ولذا فكل دراسات جمال حمدان هي دراسات اشكاليه محاوله الاجابه عن سؤال كذا يعني. وبيكلم على ان عندنا بالنص كده ناس بتقدم المفكرين اللي عندنا بيقدموا رسائل فعلا للترقيه فقط لا غير, واهو صاحب فكر ومترابط, بينما عندنا الدراسات أن كاتباها يقومون بنقل الأفكار المتباينة ويعرضون لها دون إدراك النموذج المعرفي الكامن وراءها أو مع إدراك كامل دون أن يكترثوا بتضميناته وتطبيقاته. فمهمتهم هي النقل حتى نلحق بركب الحضارة الغربية. وبينتقد الرسائل العلمية بالنص يا فندم اللي تزدحم بها المكتبات بتاعت الجامعات والتي لا تؤدي إلى شيء ولا تتفق ولا تنتج في مجال الفكر معلومة جديدة. إذن ده كلام صحيح. هو كلام صحيح, لكن الأزمة الراهنة أخي ناصر تأخذ هذا الكلام وتوظفه لأمور أخرى يعني. وهنا ينبغي أن طب أنت يا أستاذ أحمد مع مين؟ أنت كباحث وكحد مثقف, أنت سيبك من سلامة حربي وسيبك من مقاله السيسي وسيبك من النظام, أنت كرجل مهموم ومثقف مهموم بالوطن, أنت تتفق أو تختلف مع وجهة النظر بتاعت عبد الوهاب المسيري؟ وأظن محدش فينا يختلف على وطنية وعلى عبقرية عبد الوهاب المسيري. صحيح, أنا مع وجهة نظر المسيري وغير. هناك كوكبة كبيرة تنتقد حالة البحث العلمي في مصر والعالم العربي. نحن بالفعل نعيش حالة أفول, لكنه ده مرتبط بأن احنا ما عندناش نهضة شاملة لا في البحث العلمي ولا في الاقتصاد ولا في كافة مناحي الحياة. يعني أول شيء أن نستعيد رؤية حضارية لمصر ومجتمعاتنا العربية. الرؤية الحضارية هذه غائبة أخي العزيز. كيف لناس لا تعرف تاريخها؟ السيسي هذا الذي يقول لك أنا درست 50 سنة, لا أعتقد أنه يعرف حتى تاريخ الجيش المصري. بصرف النظر عن السيسي يا دكتور يا أستاذ أحمد, نحن نتحدث عن أزمة. أين الأزمة؟ يعني كتاب اليهود أنثروبولوجيا ده كتب يعني غالبا في نهاية السبعينات وطبع منه طبعات, ودي طبع دار الهلال اللي قدمناها المسيري. يعني إذن المشكلة من بدري. هو حتى سماهم المسيري, مسمي هؤلاء
مع احترامنا ليهم يعني هو اللي مسميهم، بيقول ان دول عبارة عن اعضاء، المثقفون دول اعضاء في شركات نقل الافكار التي لا تختلف كثير عن شركات نقل المعلومات او حتى البضائع. هو وصفهم كده. مع انا عايز رأيك انت بصرف النظر عن اختلافنا او اتفاقنا مع النظام. انا رأيي اقول لك باختصار شديد، في غياب رؤية حضارية للدولة. ماذا تعني برؤية حضارية؟ رؤية حضارية تعني دولة لديها وعي ذاتي بتاريخ هذا البلد وبثقافة هذا البلد، ولديها خطط للنهوض بهذا البلد. في هذا الإطار تسمح للباحثين بالعمل في حرية، يعني أغلب هؤلاء الباحثين لا يستطيعون أن يناقشوا أمراً بحرية تامة كما يحدث في الجامعات الغربية. فعندما تكون أنت في حالة من السيولة وغياب الأبعاد الحضارية للمجتمع المصري والتاريخ وثقافته وعلومه، ماذا تنتظر من الباحثين غير النقل من مراجع أجنبية ويقدمونها للناس؟ فإذا كنت نظام الحياة، نظام الحكم الذي يعيش أزمة أساساً وينقلها لكافة مناشط الحياة، هذا ينعكس على كل يعني. أيوة بس دي مش أزمة السيسي بس يا أستاذ أحمد. نعم يعني الكتاب اللي قدامي أنا 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 اضطريت أنزله على الهواء والله عشان أفتكر المقدمة. الكتاب ده نشر في نهاية السبعينات، دي مش أزمة السيسي فقط. نعم وأنا معك، هذه أزمة حكم من يعني أنظر مثلاً، كنت شاهدت فيديو قصير لمفكر كويتي عبد الله النفيسي دقيقه او دقيقتين، يقول كان الباحثين من اليابان ياتون في بعثات علميه يتعلموا في مصر. أي. طبعا هذا قبل ان يجي ان ياتي العسكر ويجلبوا الخراب على مصر طوال هذه السنوات. فاريد ان اقول لك عندما يكون في نظام حكم شرعي، نظام حكم يمثل الناس، يتيح حريات للناس، الناس تستطيع أن تبحث في هذا المناخ، تتفاعل الأفكار، تجد مؤرخين ومفكرين عظام. أنت اليوم لا تجد مؤرخ ذا قيمة لا في مصر ولا في العالم العربي، لا تجد فيلسوف حقيقي لا في مصر ولا في العالم العربي. لكن انظر قبل 7 عقود كيف كانت مصر تعيش أزهى عصورها في الفترة الليبرالية. بس عندنا الأستاذ يوسف زيدان وعندنا الأستاذ إبراهيم عيسى مفكرين يعني، وعندنا الأستاذ إسلام البحيري، يعني دول مفكرين. والله دول اسمح لي أقول كلمة ولا لا لا ما اسمح لكش ما اسمح لكش دول نصابين. لا ده رأيك أنت، ده رأيك أنت وأنت تتحمل مسؤوليته يا أستاذ أحمد. دول رجال سارة، وأنا التقطتهم وأعرف زيدان هذا التقيت بيه مرة، وإبراهيم عيسى رغم أنه كتب مقالة جيدة عن أحد كتبي، لكن ما يقوم به الآن هو استفزاز للناس وإثارة. أستاذ أحمد خليني أعمل معك مصلحة قبل ما نطلع من الهوى، قبل ما أشكرك نعمل معك مصلحة، يعني تكرم وبعت لي بس عنوان من كتبك أنزله على البتاع ده، أو لو بإهدائك يبقى راجع يبقى رائع يعني. أنا يا آخر شيء أنا طلعت ترجمة مهمة لمرجع في التاريخ يعتبر لمن يدرس التاريخ مؤسس مدرسة الحوليات في فرنسا مارك بلوك، كتاب بعنوان دفاعا عن التاريخ أو مهنة المؤرخ. حلو، وده مترجم ده عربي ولا لسه زي ما هو بالفرنساوي؟ أنا ترجمته. يا سلام لو وصلنا الكتاب ده يا أستاذ أحمد يبقى كتر خيرك. أشكرك جدا الأستاذ أحمد الشيخ الباحث والكاتب الصحفي.